اليوم سنغوص في عالم الضباع، تلك الحيوانات الغامضة التي لطالما ارتبطت بالسحر والأساطير. استعدوا لاكتشاف حقائق مذهلة عن هذه المخلوقات الفريدة، من سلوكياتها الغريبة إلى دورها في المعتقدات الشعبية. حقائق مذهلة عن الضباع. صيادون ماهرون. الضباع حيوانات ذكية تتمتع بمهارات صيد استثنائية، حيث تصطاد في مجموعات وتستخدم تقنيات تواصل فريدة لتنسيق هجماتها. تتمتع الضباع بفكوك قوية للغاية تمكنها من تكسير العظام بسهولة، مما يجعلها قادرة على افتراس حتى الحيوانات الكبيرة. نظام هضمي فريد. تتمتع الضباع بقدرة هضمية استثنائية تمكنها من هضم حتى العظام، مما يجعلها تلعب دوراً هاماً في تنظيف البيئة من بقايا الحيوانات. تتواصل الضباع من خلال أصوات متنوعة، بما في ذلك الضحك والبكاء والعواء، وتستخدم هذه الأصوات للتعبير عن مشاعرها واحتياجاتها. علاقات اجتماعية معقدة. تعيش الضباع في مجموعات تعرف باسم القروش، وتتمتع بنظام اجتماعي معقد يتضمن تقسيم الأدوار والتعاون بين أفراد المجموعة. الضباع والسحر. دور الضباع في الأساطير. لطالما ارتبطت الضباع بالسحر في العديد من الثقافات، حيث يعتقد أنها تمتلك قوى خارقة وقدرة على التواصل مع الأرواح الشريرة. استخدام أجزاء الضباع في الطقوس. في بعض الثقافات تستخدم أجزاء من جسد الضباع مثل عظامها وفرائها في طقوس السحر والشعوذة.